خلصتوا امتحانات الميد كامل؟ طيب احنا هلا ان شاء الله اليوم بدنا نبلش ب تشابتر 10. اخر تشابتر اخذناه كان تشابتر 7. 8 و9 مش باهميه 10، فعشان هيك احنا بنحاول ان نخلص المواد اللي يعني او الماده اللي اكثر فائده منها، وبعدين بنرد نرجع ان شاء الله ل 8 و9، لانه 8 و9 بيحكوا سبيسيفيكس عن الفيزيكال لاير وعن هذا الكيبل شو مواصفاته وكيف يعني. وحكيت لكم المواصفات دائما بتتغير، مش شيء ثابت، انت بدك تاخذ الكونسبت تبع الكوميونيكيشن، وهذا اللي احنا بنحكي فيه هون بالداتا لينك لاير نوعا ما، غير مش بالفيزيكال لاير اللي هو اعلى من الفيزيكال لاير، لانه احنا بالاو اس اي موديل قسمنا الكوميونيكيشن بين تو انتيتيز السندر والريسيفر لسبعة لايرز اذا بتتذكروا. كان في عندنا ابلكيشن، برزنتيشن، سيشن، ترانسبورت لاير، بعدين في عندنا نتورك لاير، داتا لينك لاير، وبعد الداتا لينك لاير بيجي الفيزيكال لاير. هلا الفيزيكال لاير يس احنا قلنا انه في اكثر من طريقه ممكن يصير عن طريق طريقه التواصل، اللي هي اما تكون جايدد او ان جايدد ميديا. الان جايدد ميديا مثل الراديو فريكوانسي، الانفراريد او الاكوستكس وات ايفر، او الجايدد ميديا مثلا عن طريق الكيبل اللي هو الكبر، عن طريق النحاس، او عن طريق اللي هي بتنقسم لجزئين، يو تي بي اللي هو انشيلدد تويستد بير او شيلدد تويستد بير، والكواكسل. وبرضه كمان ممكن يكون في تواصل بالجايدد ميديا عن طريق اللايت. هذا اللي اخذناه احنا بشابتر 7، وبعتقد انه هذا كافي يعطيك انديكيشن انه احنا بنقدر نتواصل باكثر من طريقه، وكل طريقه في لها حسناتها ولها سيئاتها. هلا بالنسبه لللاير الثاني اللي فوق الفيزيكال لاير اللي هو الداتا لينك لاير، بنيجي بنقول انه احنا في عندنا شيء اسمه ايرور كوركشن اند ديتكشن، وهذا جزء من وظائف الداتا لينك لاير. مش كل الداتا لينك لاير هدفه هو الايرور كوركشن والايرور ديتكشن، ولكن من اهم خصائصه انه هو يعمل هذا الشيء، انه يكتشف الايرور، واذا اكتشف الايرور اذا في مجال يضبطه. اوكي طيب هلا نيجي للداتا لينك لاير، وين بيجي اصلا بالاو اس اي موديل؟ بيجي بين الفيزيكال لاير من تحتيه والنتورك لاير من فوقي. اوكي فهو الباكيتس او الداتا اللي بتيجي من النتورك لاير بيروح بيعملها باكيتايزيشن. اوكي بيروح بتاكد من الفلو كنترول تبعها، بتاكد كيف ياخذ الميديا اكسس، كيف انه مثلا يشوف انه هل في ناس بيستخدم الان الميديا ولا ما ناس بيستخدم الميديا، يعني يعمل سنسنج. اوكي بنظم الادرسنج، يعني لمين هاي الباكيت رايحه ومن مين جايه. اوكي وبعمل ايرور كنترول، واللي هو احنا بنحكي عنه بهذا التشابتر. طبعا هاي الداتا كلها بعد ما يحطها بفريم معين ببعثها على الفيزيكال لاير، سواء كان كيبل، كوأكسل، تويستد بير، او اذا كان مثلا فايبر اوبتكس، ولا كان وايرلس عن طريق الانتنة اللي هو الهوائي يعني. فاحنا هذا هو عادة وظائف الداتا لينك لاير بشكل عام. فحكينا الداتا لينك لاير في له ديوتيز معينة، packetization اللي هو او packetizing it moves the data packets or frame from one hop to the next hop within the LAN or the WAN. فالهدف منها لاحظوا انه اسويها packet، عبارة عن packet في لها header نحط فيه الادرسز، وهلا رح نيجي عليه بعد شوي. الهدف من هاي الباكيت انه تكون بتقدر تنتقل من one hop to another، يعني وظيفة الداتا لينك لاير مش يوصلك من السورس للديستنيشن، لا وظيفته يوصلك من one hop to another hop. فإذا كان في بينك وبين الديستنيشن مثلا راوترز أو أي ديفايس هو اللي قاعد عم بيحمل الداتا تبعتك وبوديها على للنتورك، هذا هو بيكون النكست هوب. أوكي وهذا النكست هوب ممكن يوديها لأنذر نكست هوب لحد ما توصل لعند الديستنيشن اللي هو الفاينل هوب. أوكي فالادرسنج اللي احنا بنستخدمه ما بنستخدم الاي بي ادرس اللي هو الادرس تبع الديستنيشن ولا الادرس تبع السورس، احنا بنستخدم الادرس من مين مبعوثه هاي الباكيت لوين رايحه في النكست هوب. اوكي واحنا بنسميه عاده فيزيكال ادرس او الماك ادرس، لانه هو
تابع للميديوم اكسس كنترول. وهذا الفيزيكال ادريسز ذات ار اسايند فور ذا يوزد اسايند اند يوزد تو فايند ذا نيكست هوب ان ذا هوب تو هوب ديليفري، مش سورس تو ديستنيشن ديليفري. مين المسؤول عن السورس تو ديستنيشن ديليفري؟ مين بتذكر اي لاير بالاو اس اي موديل؟ الفيزيكال، لا الفيزيكال مسؤول عن هوب تو هوب، يعني من 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 نقطة لنقطة. الفيزيكال لاير لا النتورك توصيل مين الاي اس نتورك. النتورك لاير هو المسؤول عن توصيل الباكيت من السورس للديستنيشن. الداتا لينك لاير مسؤول عن توصيل الداتا من هوب تو هوب، من نقطة لنقطة. اوكي هلا مش بالضروره يعني انه يكون، اذا كنت عم بحكي انا بير تو بير كوميونيكيشن، يس بيكون السورس والديستنيشن قاعدين بيحكوا مع بعض، فانا بكون بس بحاجه للماك ادرس، انا مش بحاجه للنتورك ادرس لانهم عباره شابكين مع بعض مباشره. بس اذا كان بيناتهم في اكثر من راوتر، اوكي معناته النكست هوب للسورس شو بدها تكون؟ هي عباره عن اول راوتر هو شايفه مش الديستنيشن، لانه هو مش شايف الديستنيشن. تمام، فهلا انا الماك ادرس تبع الراوتر والماك ادرس تبع السورس، بهاي الحاله انا بحاجتهم مشان اتواصل بالداتا لينك لاير. اوكي بعدين بس توصل الداتا للاول راوتر، هذا الراوتر بيروح كمان برضه بيستخدم الماك ادرس تبعه والماك ادرس تبع الراوتر اللي بعديه مشان يعمل داتا ديليفري لهاي الداتا بين الراوتر الاول والراوتر الثاني. بعدين الراوتر الثاني اللي نفترض انه هو شايف الديستنيشن، وقتها بيستخدم الماك ادرس برضه تبع الديستنيشن والماك ادرس تبعه عشان يوصل الداتا اللي وصلته من الراوتر رقم واحد. اوكي واللي اصلا الداتا ما وصلت الرقم واحد الا من السورس، وهكذا. فيعني الدليفري هون عندي انا هوب تو هوب مش سورس تو ديستنيشن. اوكي طيب، والايرور كنترول ات يوزز ايرور ديتكشن اند كوركشن، واللي هو اللي بدنا نحكي فيه هون عندنا بشابتر 10، تو ريديوس ذا سيفيريتي اوف ايرور اكورنس. اذا انا كان في عندي ايرور بسبب نويز او بسبب اي مثلا انترفيرنس، نود ثاني حكت وانا قاعد عم بحكي او انا ببعث الداتا تبعتي، بهاي الحاله هذا بنسميه كلياته عباره عن مسببات للايرور. اذا صار هذا الايرور كيف بدي اكتشفه؟ واذا اكتشفته كيف بدي اصلحه؟ هذا من الديوتيز برضه، من مهام الداتا لينك لاير. برضه من مهام الداتا لينك لاير اللي هو الفلو كنترول. It controls how much data the sender can transmit before it must wait for an acknowledgement from the receiver. Okay? يعني هل أنت بتبعث داتا من السورس للنكست هوب؟ Okay? كمية الداتا اللي بدك تبعثها، لنفترض أنت بدك تبعث فيديو، ما بتقدر تبعث الفيديو كلياته في باكيت واحدة. لازم يكون في عندي أنا أقسمه لأكثر من باكيت وأحط فلو، مثلا هاي باكيت نمبر 1، باكيت نمبر 2، باكيت نمبر 3. ولازم السورس توصله باكيت نمبر 1، بعدين نفترض انه وصلته باكيت نمبر 3، بيجي بيقول لك اوكي انا عم بدي استنى باكيت نمبر 2 يبعث لي اياها، انا فاقدها لسبب ما. فبهاي الحاله هذا الفلو كنترول برضه كمان المسؤول عنه هو الداتا لينك لاير. والميديوم اكسس كنترول هو من اهم وظائف الداتا لينك لاير، انه يتاكد انه الميديا ما في ناس عم برسل عليها وفاضيه وافيلبل الي. اذا كانت افيلبل الي انا بقدر ابعث الداتا تبعتي بكل اريحيه، ما بصير في انترفيرنس هوبفولي. إذا كان في ناس عم بحكي، سمعت إنه في ناس قاعد عم بحكي، بستنى حتى يخلص الإرسال تبعت الداتا تبعته. بس يخلص الإرسال مباشرة أنا بقدر أعمل تنافس على الشانل مشان أنا أرسل عليها. أوكي؟ فإحنا we try to prevent أو to avoid the collisions بالماك بروتوكول. Data can be corrupted during transmission. Some applications require that errors be detected and corrected. يعني هلا إذا صار في عندي أنا corruption بالdata، لنفترض إنه عم ببعث أنا فيديو streaming على الزوم زي هذا اللي أنتوا هلا عم بتشوفوه، وصار في مشكلة بواحد من الفريمز، مثلا صارت هاي حرف الإي صار في، خلينا نحكي اللون الأحمر زاد 1 بيكسل زيادة. هلا هذا error بالفريم، هل في داعي اعمل ريترانزميشن؟ على ارض الواقع بيحكي لك لا، لانه انت عم تبعث ريل تايم كوميونيكيشن، وانك تعمل ريترانزميشن للباكيت راح تعمل لك اوفر هيد اكثر من الفائده منها. اوكي طيب، اذا انا كنت قاعد عم ببعث او عم بحمل
كود وصار في ايرور بالكود. اوكي بهاي الحاله نفترض حتى لو كان الكود صغير يعني نفترض 1 ميجا او 2 ميجا كود وصار في خطا بالكود تغير مثلا حرف معين كان حرف A تحول ل B اوكي بهاي الحاله لا انا ما بقدر اتحمل الايرور هذا الابلكيشن بالذات ما بتحمل الايرور ليش لانه انا مجرد ما غيرت انت حرف ال A ل B ممكن يصير في ايرور لما اعمل كومبايليشن للكود مثلا انت غيرت جزء من الـ من الـ من السكريبت اوكي قيمه معينه تغيرت بدل ما هي 8 صارت 9 لنفترض انه زي هيك بهاي الحاله انت رح يصير في ايرور لما يعمل رن هذا الكود فبالتالي انا ما بتحمل اي ايرور حتى لو بت واحد اوكي فيس سم ابلكيشنز ريكواير الايرور يكون يعني المسج تكون ايرور فري ما يكون فيها اي خطا دقيقة بالله يا جماعة في عندي اتصال من الجامعة ثواني بس ألو أهلين وعليكم السلام أهلين الله يسعدك هلا غايد أهلين أنا تواصلت مع مريم خلص الأم أنت ما يهمك بعثت لها المطلوب مباشرة طيب أهلين أنا مستعجل لأني في محاضرة معلش ولا أنبه أهلين أهلين فsome applications زي ما حكيت لكم require انه ما يكون في عندي errors فبالتالي انا بحاجه لهذا الشيء اللي اسمه error correction او error detection فهلا مشان نفهم error detection والcorrection لازم نفهم اول شيء شو انواع الايرورز اللي ممكن تصير معي اوكي في بتكون single error في عندي burst errors يعني مجموعه errors مع بعض تلاقيهم اكثر من error في اكثر من bit بنفهم شو يعني redundancy شو يعني اني redundancy يعني ازيد bits انا على المسج الاصليه مشان احميها من الايرورز هاي اسمها redundancy هاي يعني بنسميه اوفر هيد احنا بنضيفه على المسج يعني زياده ولكن هاي زياده في منها فائده اكبر من خلينا نحكي انه انا عم ببعث داتا ما لهاش معنى هاي فعليا مش انه ما لها معنى تماما هي بس بتساعدني اني اعمل كوركشن للداتا اللي لها معنى اوكي فredundancy هو انك تحط بت زياده على المسج الاصليه لهدف معين طبعا مش انك بس بتضيف بتس على الفاضي هلا detection versus correction شو يعني اني اعمل detect اكتشف انه في error وشو يعني اني اعمل correct مش بس اني اكتشف واصلح اوكي ففي فرق بين اني اكتشف الايرور واني اصلح الايرور forward error correction versus retransmission شو يعني انه انا لما تبعث لي المسج اقدر انا من الكود اللي انت بعث لي اياه هذا redundant كود البتس الزياده اللي انت بعث لي اياها اقدر اضبط المسج من خلال هذا الكود او انه انا بس يجيني اي شيء فيه ايرور اكتشفت انه فيه ايرور باجي بقول لك رد اعمل لي ريترانسميشن له رد بعث لي اياه مره ثانيه ففي طريقتين اما انه انا الريسيفر بحاول يرد يضبط الايرور اللي صار او انه الريسيفر بيجي بقول للترانسميتر رد بعث لي اياها مره ثانيه في فرق بين هذول الطريقتين في عندي انا الكودينج كيف انا بقدر اعمل مثلا قديش انا الاوفر هيد اللي بدي اضيفه بحيث انه ما يكون كثير وبنفس الوقت يحاول يضبط لي الاوريجينال مسج هذا بنسميه احنا الكودينج واخذنا احنا يمكن بشابتر ماضي يمكن شابتر 4 الفور بت تو 5 بت كودينج وال8 بت تو 10 بت كودينج اوكي بلوك كودينج هذول كلياتهم هدفهم الرئيسي كان هو الايرور كوركشن وبرضه كمان بعضهم الديتكشن عفوا والايرور كوركشن في بعض الاحيان وفي عندنا ناخذ الموديولر اريثمتيك شو يعني موديولر اريثمتيك يعني اشتغل المود اللي هو انه انت موديولر اريثمتيك بالعربي شو هي انه انت تركز على الباقي بمعادله القسمه تركز على الباقي وهذا الباقي هو بنسميه احنا المود اوكي وفي له كثير ابلكيشنز بالايرور كوركشن وديتكشن راح نشوفهم يعني انا لما اجي اقول لك مثلا ثلاثة موديل 20 ثلاثة تقسيم 20 الباقي ثلاثة يعني بدي أخذ أنا الجواب يكون صحيح هو الجواب هو صفر والباقي ثلاثة فبالتالي ثلاثة على 20 المود يساوي ثلاثة طيب شو لما أجي أقول لك أربعة موديل 20 برضو أربعة لأنه أربعة لسه أقل من 20 ما وصلنا واحد وكذا طب إذا قلت لك مثلا 22 موديل 20
مين بيقدر يعطيني شو جوابهم؟ 22 مود ال 20. اثنين. اثنين بالضبط، الباقي اثنين. وهكذا يعني 31 مود ال 20 11، 1 مود ال 2 1، 0 مود ال 2 0، اوكي 2 مود ال 2 شو 2 مود ال 2؟ صفر. هذه بكل بساطة هاي هي المود أو الموديولر أرثمتك. إحنا دائما عادة بالمودولس بنقسم على إشي من مضاعفات الاثنين. ليش؟ لأنه إحنا بنشتغل باينري ديجيتال، إما اثنين أو أربعة أو ثمانية أو 16 أو 32 وهكذا، هذا هو المودولس. طيب خلينا نيجي فيهم واحدة واحدة. إن single bit error، هذا إحنا بنسميه single bit error، إنه يكون في عندي only one bit in the data is changed. اوكي يعني بت صار فيه له فليب اما من 0 ل 1 او من 1 ل 0، هذا بنسميه بت سنجل بت ايرور. اوكي زي ما انتم شايفين هون الداتا اللي انا باعثها لازم تكون 0000010، هاي هي الاوريجينال داتا. وصلت عند الريسيفر في صار في عندي فليب للبت رقم 5، بدل ما هو ظل 0 وصل عند الريسيفر 1، فهذا بنسميه سنجل بت ايرور. اوكي هلا في عندك نوع ثاني اسمه البيرست ايرور، مينز ذات وي هاف تو اور مور بيتس ان ذا داتا يونت صار فيهم تشينج. هاي اكزامبل عليهم، لنفترض انه السندر كان بيبعث هذا الستريم اللي هو اللي فوق والريسيفر وصله هذا الستريم اللي تحت. لاحظوا انه البت الرابع والخامس صار فيهم تغيير، من 00 صاروا 11، البت اذا هذا خامس هذا سابع الثامن صار في انقلاب من 0 ل 1، والتاسع العاشر والبيت رقم 11 برضو كمان صار من 0 صار 1. فأنا صار في عندي مجموعة اختلافات لأربعة زيروز تحولوا لأربعة ونز، وهذا أكيد المسج اللي واصل عند الريسيفر هذه corrupted message. فهون إحنا بنسمي طول البيرست هو من أول بيت صار فيه error لآخر بيت صار فيه error. لاحظوا كم بيتس عندي أنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني طول البيرست هاي بنسميها 8. ف مش بالضرورة يكون الايرور صار ببيتس ورا بعض. يعني لاحظوا أنا صار في عندي البيت الأول والثاني لما بلش البيرست، طبعا البيت الأول والثاني، بعدين الثالث والرابع ما صار فيهم ايرور، الخامس صار فيه ايرور، وهكذا. يعني مش كلهم ورا بعض، مش الثمانية كلهم فيهم ايرور، ولكن احنا بنقول طول البيرست 8. هلا شو بسبب البيرست هاي؟ ممكن يكون صار في عندي عملية سويتشنج معين، نويز لفترة معينة، صوت بلس، اوكي؟ هذا البلس استمر من هذا البيت مثلا لهذا البيت، وقلب بعضهم والبعض الثاني لا ما صار فيهم ايرور بسبب هذا البلس. ف the noise duration is usually longer than the duration of one bit. استمرت لاحظوا لثمانية بت النويز، أثرت على أربعة من هالثمانية، قلبتهم من صفر لواحد. هلا قديش هو سيفير اوف ذا بيرست ايرور، يعني قديش كثره الايرور، يعني قديش هو عميق كميه الايرور اللي تصير، بتعتمد على قديش انا صار في عندي داتا ريت وقديش النويز ديوريشن. اذا كانت هاي النويز ديوريشن طويله راح يصير فيه ايرورز في بت اكثر. اذا كان البت ريت عالي معناته انا هون مثلا كان بدل ما هم 8 بتس بيكونوا مثلا 16 بت اذا كان دبل الداتا ريت، صح؟ فكان راح يكون في عندي ايرورز ب 16 بت، ممكن يكون هذول ال 16 بت يصير فيهم ايرور ب 8 بت، بدل ما هو لما كنت انا ماشي على هذا الداتا ريت صار في عندي ايرور ب 4 بت بس. فيعني الداتا ريت له علاقه، لانه انت بتعمل سويتشنج اعلى، كميه الداتا بالزمن بتكون اكثر، او انه يكون كنويز استمر لفتره طويله اكثر. فلنفترض مثلا انه نويز دوريشن كان 10 ملي سكند او 1 بالمية سكند، هم نفس الشيء. هذول ال 10 ملي سكند وراح ياثروا على 10 بتس اذا كان الداتا ريت 1 كيلو بت بير سكند. مش ضروري يقلبوهم كلهم ال 10، ولكن راح ياثروا عليهم، راح يكون في عندي بوسيبيليتي للنويز عالي جدا بهذول ال 10 بتس، ممكن يصير بعضهم فيه كوربشن. ليش؟ لانه انا عم برسل انا 1000 بت بالثانيه وصار في عندي نويز لمده 1% من الثانيه، او يعني 10 ملي سكند. اوكي فانا اكيد في عندي 1% من هالداتا راح يصير فيها ايرور، 1% من الواحد من ال1000 اللي هو 10 بت. اذا كنت عم برسل على 1 ميجا بت بير سكند
رح يصير في عندي ايرور ب 10000 بت، وهي كمان لسه اعلى واعلى. تخيل يصير في عندي 10000 بت فيهم ايرور، موست بروبلي المسج يعني اولموست صعب انها يصير فيها ريكفري. اوكي طيب، هلا الايرور ديتكشن اند كوركشن كونسبت. اول شيء بدنا نقوله انه انا الايرور ديتكشن وي ويل فايند اوت وذر انه صار في ايرور ولا لا، هذا هو اسمه الايرور ديتكشن. وين هذا الايرور صار انا ما بعرف، هذا شغل الكوركشن. يعني انا باجي بقول لك يا عمي المسج تبعتك فيها ايرور، بس بتسالني بتقول لي طب قديش بت صار فيهم الايرور؟ ما بعرف. البتس اللي صار فيهم الايرور انقلبوا من 0 ل 1 ولا من 1 ل 0؟ ما بعرف. بس انا بقدر اقول لك انه المسج تبعتك فيها ايرور، فيها غلط. ماشي. يعني لنفترض انه المسج تبعتك كانت بتقول لك هو النمبر اوف وانز بالمسج، هذا بضيفه على المسج. فلنفترض انه السندر اللي هو اللي بده يرسل بعث قال لك انه نمبر اوف وانز بهاي المسج يساوي 15، وضاف هاي رقم 15 ضافه على المسج. لما وصل عند الريسيفر وصل انه 15، ولكن لما عد الوانز لقاهم 14. فبهاي الحاله هو عرف انه في one of the ones صار في فليب لزيرو. بس وين موقعه بهالمسج؟ ما بعرف. انا في عندي وانز كثيره، في عندي زيروز كثيره، وين صار؟ ما بعرف. فهذا بنسميه احنا الايرور ديتكشن، انه انت بتعرف انه المسج صار فيه ايرور، وين صار الايرور؟ ما بعرف. طيب الايرور كوركشن هو انه انت تعرف وين الايرور صار. You will find exact number of corrupted bits، يعني قديش عدد البيتس اللي صار فيهم خطأ، and their exact location within the message. هذا بنسميه error correction. مجرد ما أعرف هذول المعلومتين، يعني وين عدد البيتس اللي صار فيهم error وهذول البيتس وين موقعهم، دغري بقلبهم وترد ترجع المسج error free. أوكي. هلا error detection is the first step towards the error correction. اكيد انا ما راح اقدر اعمل error correction وابلش بالبروسيس تبعت الايرور كوركشن الا لما يكون في عندي error detection. يعني اول شيء لازم يقول لي هالمسج فيها غلط، بعدين انا بروح بدور على الغلط. اذا المسج فيها كل شيء فيها صح، ليش بدي ابلش اروح اعمل error correction؟ ما فيش عندي error. اوكي، فاول ستيب بتصير انه انا اعمل error detection. اذا الايرور detection موجود، يعني اذا في عندي error ببلش اعمل correction اذا هذا الشيء possible. اوكي، هلا الايرور ديتكشن اند كوركشن يوز ذا كونسبت اوف ريدندنسي، اللي هو اضافه بيتس زياده على المسج، which is adding extra bits to the data unit. هاي بنسميها احنا ريدندنسي. ذا اكسترا بيتس، هذول الاكسترا بيتس اللي انا بضيفهم على المسج، carry information about the data unit، تحمل information عن الداتا اللي موجوده بالمرسل. اوكي، and it will help find out whether any change may have happened to data unit at the receiver side. اوكي، يعني receiver side بيجي بيشيك هذول الاكسترا بيتس وبيشوف والله انا اجاني هاي الكميه من البيتس، مثلا هاي الاكسترا بيتس بتحكي لي انه مثلا النمبر اوف وانز لازم يكون 15، هاي هي الاكسترا بيت، ولكن النمبر اوف وانز اللي موجود عندي بالمسج يساوي مثلا 14، فانا دغري بعرف انه في عندي ايرور. ممكن اضيف اكسترا بيتس كمان مشان يعملوا لي ايرور كوركشن. اوكي، فذا اكسترا بيتس ار ديسكاردد as soon as the accuracy of the transmission has been determined. اوكي، يعني مجرد ما انت تعمل ايرور كوركشن او ايرور ديتكشن واكتشفت انه هي ايرور فري، هذول البيتس الزياده بتقيمهم من المسج خلاص، ما لهم مش معنى. هم هدفهم الاساسي كان انهم يكتشفوا لك انه في ايرور ويصلحوا لك الايرور اذا في امكانيه. مجرد ما انه انت خلص المسج تبعتك ايرور فري. اوكي، دقيقه والله يا شباب. قاعد عم بطلب مني اعمل ريستارت ومش عم بعطيني اوبشن حتى اني اعمل له شو اسمه انهاء. انتوا سامعيني هلا ولا وقف كل شيء؟ سامعينك دكتور. كويس، عم بعطيني restart scheduled for important updates، restart now to install important updates or leave your device on and plugged in and we will automatically restart later. اوكي، restart later. اوكي. طيب فالاكسترا بيتس هذول اللي زياده، مجرد ما انك تتاكد من الاكيورسي تبعت الداتا تبعتك تهملهم، لانهم اصلا اكسترا بيتس مش جزء من الداتا، ما بيحملوا داتا، هم بس بيحملوا معلومات عن الداتا.
انه هل شو وضعها، قديش نمبر اوف وانز او قديش نمبر اوف زيروز، كيف ممكن تعمل كوركشن، بس ما في لهم داتا، يعني ما لهم دخل بالاكشوال داتا. هلا تو ديتكت اور كوركت الايرورز وي نيد تو سند اكسترا ريدندنت بيتس وذ ذا داتا، وهذا اللي حكينا. هلا في عندك شيء اسمه الفورورد ايرور كوركشن اند ريترانسميشن. هلا الايرور كوركشن باي ريترانسميشن انه انت اذا اكتشفت انه الداتا فيها ايرور اطلب من السندر يبعث لك اياها مره ثانيه بكل بساطه. الطريقه الثانيه بتيجي بتحكي لك الفورورد ايرور كوركشن، لا بتخلي الريسيفر هو اللي يضبط الايرور بيست على الاكسترا بيتس، هذول الريدندنت بيتس. فذا ريسيفر يوزز ذا ايرور كوركتنج كود، كود معين which automatically corrects certain types of errors، مش كل انواع الايرورز. اذا الايرورز زادوا عن حدهم ويعني حتى الايرور كوركشن ما بيقدرش يرد يضبط المسج. اوكي، فيعني عند نمبر معين مثلا انا الايرور الكود تبعي بيتحمل انه يصير في ايرور باربعة بيتس، اذا صار في عندي ايرور بخمسة بيتس خلاص ما بقدر، بدي ارد اطلب اللي هو ايرور كوركشن باي ريترانسميشن، ولكن لحديت أربعة بيتس انا بقدر اضبطهم مثلا. فعشان هيك مكتوب هون certain types، مش مكتوب all types of errors. اوكي، نظريا any error can be automatically corrected اذا عطى الكود المناسب تبعه. اوكي، يعني انت ممكن نظريا تيجي تقول انا بدي ابعث المسج مرتين، يعني الكود تبعها ويكون المسج نفسها، فانت او ثلاث مرات عفوا، فانت بتصير تعمل شيء اسمه majority check. مثلا البت الاول من كل مسج لازم يكون متساوي لانها هي نفس المسج مكرره ثلاث مرات، فانا بشيك البت الاول هون زيرو، الثاني زيرو، الثالث زيرو، معناته البت الاول زيرو. بعدين بشيك البت الثاني بلاقي انه 1 1 0، يعني انا في عندي مسجين بتعطيني 1 والمسج الثالث بتعطيني 0، فماجوريتي تشيك يعني راي الاغلبيه بقول لك انه هو 1. ليش؟ لانه اعطاني 1 1 من المسج الاولى والثانيه، والمسج الثالث اعطاني 0. ف كماجوريتي تشيك او يعني خلينا نحكي كراي اغلبيه من البتس انا بقدر اقول انه هو 1. وهذا ان ثيوري يس يو كان كوركت، بس انا قديش النمبر اوف اكسترا بتس اللي بدي اضيفهم ممكن يوصل كثير رقم كبير اكبر من المسج نفسها، وقتها ببطل افيشنت اني اكون بعمل ايرور او الفورورد ايرور كوركشن، لا اعمل ريترانسميشن اسهل لي. الايرور كوركشن از هاردر ذان ايرور ديتكشن اكيد، لانه يو نيد تو حكينا تعرف المكان تبع الايرور، مش بس انه في ايرور ولا ما في ايرور، لا بدي اعرف مكان الايرور. فانت يو نيد مور ريدندنت بت مشان تعمل ايرور كوركشن. ذا سيكريت اوف ايرور كوركشن از تو لوكيت ذا انفاليد بتس، هذا هو الهدف من الموضوع انه انا تو نو ذا لوكيشن اوف ذا انفاليد بتس، اللي البتس اللي صار فيها فليب. تو لوكيت ا سنجل بت ايرور ان ا داتا يونت يو نيد انف ريدندنت بتس تو كفر اول ستيتس of change in the bits as well as redundant bits and the no change case. شو معناته هذا الحكي؟ اذا انا كنت بدي اكتشف single bit error، اوكي، يعني اذا صار في يعني الكود تبعي بكتشف اذا صار في عندي error في bit واحد، اذا صار في two bits ما بكتشفه او يمكن ما يقدر يصلحه. اذا انا بدي اعمل اعرف وين مكان البت اللي صار فيه الايرور، بدك انت you need enough redundant bits، يعني بدك عدد كافي من redundant bits تضيفهم على المسج مشان يغطوا لك كل الحالات اللي ممكن تصير في كل بت، وكل بت ممكن يكون 0 او 1. فانت راح تلاقي انه الكود راح يكون نوعا ما كبير، ولكن في طرق efficient مشان تقدر تعرف لك وين الايرور صار وكيف برضو كمان تعمل له تغيير. فالكودينج هو انه تضيف اكسترا بيتس، اللي هو redundancy is achieved via coding schemes. اوكي، فالسندر will add extra bits to the message based on a certain relationship بين هذول البيتس. يعني مش بيجي بيقول لك اوكي هذول البيتس مثلا بقسمهم لبيرز، بقسمهم كل 2 بيتس لحال، اوكي، وبصير يعطي مثلا اذا 00 مثلا 1، اذا 101، يعني بصير يقسمهم انه يعوض عن كل 2 بيتس 1 بيت يعبر عنهم. اوكي، فهوبفلي انه انت تقدر تعمل كوركشن بيست على هذا الشيء. هلا الريسيفر ويل تشيك ذا ريليشن شيب ان اوردر تو ديتكت اند اور تو كوركت الايرورز. اوكي،
طبعا يمكن لما نيجي باكزامبل بتتوضح الامور اكثر، بس الهدف من الموضوع تعرف انه انا بضيف اكسترا بيتس مشان اكتشف او اصلح الايرورز. اوكي، هلا الفاكتورز اوف كودينج سكيمز، شو اللي بيخليني اقول هذا الكودينج سكيم احسن من هذا الكودينج سكيم؟ اول شيء انه يكون عندك النمبر اوف ريدندنت بيتس قليل بالنسبه للداتا اللي انت عم تبعثها. يعني اذا كان النمبر اوف ريدندنت بيتس 20% من الداتا، وهذا الكود سكيم بيصلح لي اذا صار في عندي 3 بيتس ايرور في 3 بيتس، بس انت بتضيف 20% على الداتا. او كود ثاني بضيف 10% من الداتا، وبرضه كمان بكتشف لك اذا في عندك 3 بيتس او ايرور في 3 بيتس. ابو ال 10% افضل، ليش؟ لانه انت مثلا من كل 100 بت بتضيف عليهم 10 بت، بينما بالسكيم الاول انت من كل 100 بت بتضيف عليهم 20 بت مشان تكتشف هذا الايرور. فهاي الاضافه ال 20 بت يعني ما لها داعي، لو تضيف 10 افضل، لو تضيف 5 افضل وافضل وهكذا. فاحنا بدنا نشوف الريشيو هاي، النسبه عدد الريدندنت بتس للاوريجينال داتا انها تكون قليله. الشغله الثانيه the robustness of the whole process، قديش انت number of bits اللي تقدر تكتشف فيهم errors. اوكي، هل هو قليل او كبير؟ برضو هذا مهم. يعني انت ممكن تيجي تقول انا بضيف 10 bits اوكي، بس بكتشف اذا في error ب 2 bits بالمسج الاصليه، او بضيف 10%. او واحد سكيم ثاني بيقول لك انا بضيف 10% صحيح، بس بكتشف لك اذا في ايرور ب 4 بتس مش بس ب 2 بت. فهذا السكيم الثاني از مور روبست، خلينا نحكي لان ذا السكيم الاول. اوكي، وبتحمل ايرورز اكثر لانه بيقدر يصلح لك 4 بتس، بينما هذاك ما بتحمل ايرورز كثير، فاحنا بنسميه ليس روبست. الكاتيجوريز اوف كودينج سكيم، في عندك بلوك كودينج وفي عندك الكونفوليوشن كودينج. الكونفوليوشن كودينج بده وقت اكثر حتى نشرحه، وفعليا هو مش مغطى، مش مطلوب منك بالكتاب الان، انت مطلوب منك البلوك كودينج. وهذا اللي احنا راح نمشي فيه، لانه الهدف بهذا الكورس انك تعرف انه في عندي انا ايرور كوركشن وايرور ديتكشن، مش الماثيماتيكال موديل تبع الكوركشن زي ما احنا بدنا نيجي بالكونفوليوشن كودينج. ف what we will cover بالمناسبة هون I think إنه it's yeah بهذا الكتاب اللي هو reference book اللي إحنا بنستخدمه، we concentrate on block coding والconvolution coding اللي بيعتمد على mathematical models mathematical relations، بنخليه لكورسات بعدين ممكن تاخدوه بالcryptography أكثر. طيب إلا إذا في ناس ما بعرفش منزل كريبتو متزامن، راح تكون انت اوريدي اخذت الكونفوليوشن كودينج. طيب هلا ذا ستراكشر اوف انكودر اند ديكودر، هو بيكون كالتالي، عندك السندر المسج تبعته من خلال الجنريتر تبع الكود بيطلع كود جديد، هذا الكود بيحمل المسج والريدندنسي والاكسترا بت. اوكي، ببعثهم على الميديا، هون بنسمي unreliable transmission، يعني ترانزميشن ممكن يكون فيه يصير فيه ايرورز. اوكي، فهوبفولي انه ما يصير ايرور، بس اذا صار في ايرور المسج بتوصل عند الريسيفر، بيعمل تشيك عليها بيشوف هل فيها ايرور ولا ما فيها ايرور، اذا فيها ايرور بحاول يعمل كوركت، اذا ما قدر يعمل كوركت برد يطلب انه تعمل انت ري ترانزميشن، اذا كانت ايرور فري بتطلعها زي ما هي للابر لايرز، يعني للنتورك لاير للترانسبورت لاير اند سو اون لحد ما توصل للابلكيشن لاير. فان جنرال الجنريتر تبع الريدندنسي بيتس موجود عند السندر، والتشيك اللي بيعمل تشيك على هذول الريدندنسي بيتس والاوريجينال مسج موجود عند الريسيفر. طيب مشان هلا نفوت شوي بالبلوك كودينج، لازم تعرفوا اللي هي المودولار اريثمتيك واللي هو الباقي. زي ما قلت لكم الباقي هي عمليه دائما بتحصر اي عمليه رياضيه اي نتيجه انها تضلها محصوره بين صفر والموديولو او بنسميه احنا الموديولس ان. يعني هلا لما اعطيتكم اكزامبل قبل شوي على لما خليت الموديولس يكون 20، قلت لك 3 تقسيم 20 الباقي 3 محصور بين الصفر وال20. لما اجيت قلت لك 23 رقم اكبر من 20، هاي نتيجه نفترض انه نتيجه الضرب او الجمع او القسمه طلعت معي 23 وعملت لها موديول يعني موديولس لل20، تلاقي النتيجة صارت 3،
برضو ثلاثة محصورة بين الصفر والعشرين أو صفر وتسعتاش. لما قلت لك عشرين موديلس عشرين بتصير صفر. فأنا أي نتيجة أي رقم بالعالم خذ موديلس للعشرين راح يكون النتيجة اللي تطلع عندك بين صفر وتسعتاش، مستحيل تطلع أكثر منك لأنه هيك النتيجة بقول لك هي الباقي، باقي قسمة أي رقم على العشرين راح يكون بين الصفر والتسعتاش. لأنه لو كان مثلا 23 معناته أنا ما عم بقسم على 20، بقسم على رقم أكبر من 23، كيف بده يكون الباقي أكبر من الرقم اللي أنا بقسم عليه؟ طيب فبالتالي هذا هو الرقم اللي بقسم عليه، إحنا بنسميه المودولس، والنتيجة دائما بتطلع بين الصفر والN-1، and this is called modulo N arithmetic. If the number is greater than N it is divided by N and the remainder is the result. هو الباقي هو نتيجة عملية هاي الأرثمتك اللي هو modulo n. إذا كان الرقم نيجاتيف بنضيف n لحد ما نوصل نصير positive وبعدين بناخد المودولس بهاي الحالة. يعني لنفترض ناقص ثلاثة مود العشرين، ناقص ثلاثة مود العشرين شو يساوي؟ مين عنده فكرة؟ سامعين يا شباب انتو؟ ايش دكتور؟ ناقص ثلاث مود العشرين؟ نعم ممكن 17، لاني انا بضل اضيف للرقم السالب عشرينات لحد ما اوصل اول رقم بوزيتيف، وأول رقم positive لما من الناقص ثلاثة لما أضيف أول عشرين دغري بصير 17، فيس هو 17. أكيد there is no carry out when numbers are added or subtracted. Okay. يعني ما باجي بقول لك مثلا 43 مود العشرين ما بتقول لي هو عبارة عن اثنين والباقي ثلاثة، لا بتقول لي ثلاثة نتيجة المود ثلاثة، ما بتحكي لي النتيجة الأصلية اللي هي اثنين والباقي ثلاثة، فما في عندي أنا كاري للإنفورميشن هاي لبعدين. وهذا إحنا راح نشوفه لما نعمل إحنا باينري أرثمتك أو باينري موديولو، واللي هو إحنا بنسميه موديولو 2 أرثمتك، اللي هو the addition and subtraction of are similar and are performed using bitwise XOR function. والXOR function بيسوي أصلا موديولس لاثنين، يعني إذا بتعرفوا أنتوا الXOR gate هي فعليا موديولس اثنين، وهلا راح نشوف كيف. لما يكون انت عندك two inputs على الـ XOR gate، خليني ارسم بس الـ XOR gate. الـ XOR gate في لها two inputs، two binary inputs. اوكي okay. انا اوكي والـ output تبعها هو الـ XOR. فإذا كان الانبوت الأول صفر والانبوت الثاني صفر بتطلع صفر، إذا كان الانبوت الأول صفر والثاني واحد بتطلع واحد، إذا كان واحد صفر بتطلع واحد، إذا كان واحد واحد الأوتبوت صفر. يعني هذا هو التروث تيبل تبعها. بس لكن إذا أنت بتيجي بتطلع عملية الXOR فعليا هي موديولس اثنين. لاحظ لما يقول صفر زائد صفر شو يساوي؟ صفر. موديولس الاثنين صفر. واحد زائد واحد يساوي اثنين. موديولس الاثنين صفر. صفر زائد واحد واحد موديلس الاثنين واحد، واحد زائد صفر واحد موديلس الاثنين واحد. ففعليا الاكس اور، وهي هي نفس التروث تيبل تبعت الاكس اور، الاكس اور هي عملية موديلس اثنين. اوكي هلا اذا انا كان في عندي تو ستريمز بدي اخذ لهم موديلس، لاحظوا كيف باخذه بيت وايز، يعني كل تو بيتس لحالهم وما بحمل انا، ما في عندي كاري لانها مش عملية جمع ولا عملية طرح، بس انت بتجمعهم وما فيش كاري. اوكي يعني هون انت لما يكون في عندك 1 1 ما فيش عندي كاري، يعني ما بتيجي تقول 1 1 هو 0 1. اوكي لا خلص بتاخذ 1 اكس اور 1. فانا في عندي ال0 الاكس اور 0 زي ما هي هون 0 1 اكس اور 0 هيها 1 1 اكس اور 1 0 0 اكس اور 1 1 1 XOR 1 0. هاي احنا بنسميه result of XORing two patterns two streams of bits bitwise.
ما في عندي كاري. اوكي طيب. يعني مش عملية جمع، ما في عندي انا كاري بنتقل من يونت او من ديجيت لديجيت. اوكي طيب خلينا نيجي هون. البلوك كودينج بيحكي لك in block coding we divide our message into blocks. في إيش اسمه data word، في إيش اسمه code word. هلا data word هي الزبدة، يعني هي اللي قبل ما أضيف عليها redundant bits، ومنسميها إحنا عبارة عن data word مكونة من k bits بغض النظر شو هو هذا الk. يعني إذا كانوا 1000 bit بنسمي إحنا k تساوي 1000. أوكي هلا هذول ال 1000 bit بدو ينضاف عليهم number of bits بنسميهم r اللي هم redundant bits، والتوتال مسج الألف مع الآر يعني أو الكي بلس آر اللي هو التوتال ويد لينث نسميه N اللي هو التوتال نمبر أوف بيتس اللي بنبعثهم اللي إنكلودينج الكي بيتس تبعون الداتا مع الريدندنت بيتس اللي هم آر نسميها إحنا الكود وورد resulting in an N bit blocks that are called الكود وورد. الكود وورد معناته هي عبارة عن الداتا اللي بدي يبعثها الداتا لينك لير للفيزيكال لير بعد ما يكون ضاف عليها الريدندنت بيت اللي هم بيعملوا الايرور تشيكينج ديتكشن او كوركشن. اوكي طيب فانا في عندي الداتا وورد هي خلينا نحكي الخلاصة اللي هي البيتس اللي بدي ابعث فيها انا الداتا اللي جايتني واللي فيها information عامة عن التواصل بين السندر والريسيفر. اوكي والار بيتس هذول بس مشان الايرور كوركشن والديتكشن. فرح نجي ناخذ احنا هنا ايرور ديتكشن ميثودز، ايرور كوركشن، الهامينج ديستانس والمينيمم هامينج ديستانس بتوين تو ستريمز اوف بيتس. اوكي فانا الداتا ووردز هم بكونوا كالتالي. انا في عندي كي بيتس مقسم الى اكثر من فريم. اوكي هذول الكي بيتس بس أضيف عليهم الار بيتس بصيروا عبارة عن ان بيتس اللي هم الكود وورد. فأنا هنا number of combinations هون لما يكون في عندي أنا كي بيتس نفترض أنه في عندي أنا هون 4 بيتس، فالnumber of combinations الموجودة عندي من 0000 لواحد واحد 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 يعني 2 للقوة 4 احتمالات إنها تأخذ values. هون عندي 16 احتمال من 0000 لواحد واحد واحد واحد. أوكي هلا هون لما اضيف انا الار يعني redundant bits بتصير الاحتمالات هون 2 to the power n. اوكي ولكن الخلاصه من هذول 2 to the power n code words بكل n bits الخلاصه هي عباره عن k bits. اوكي والزياده عباره عن redundant. طيب اذا بتتذكروا شابتر 4 لما أخذنا الأربعة بت للفايف بت بلوك كودينج وحكينا أنه إضافة البت لزيادة هذا كانت مشان أنا أتحكم بالستريم أوف وانز ما يكونوا كثير، أنه أحاول أعمل إيرور كوركشن أو إيرور ديتكشن. أوكي وهذا هو اللي رح ناخذه بهذا الشابتر إن شاء الله. This is a good example of type of coding. In this coding scheme k تساوي 4 المسج الأصلي تساوي 4 مضيف عليها واحد بت يعني R تساوي واحد فبالتالي N تساوي 4 زائد واحد وتساوي 5. As we saw we have 2 to the power K اللي هو 2 للقوة 4 ويساوي 16 data words والcode words الموجودين عندي اللي هم 2 للقوة N 2 للقوة 5 اللي هم 32 code words. okay. هلا 16 من ال 32 code words are used for message transfer. okay and the rest are either used for other purposes or unused بالمره. okay فانا هذول من هذول ال 32 اللي بصفوا عندي ببعث منهم اللي بقدر ابعث منهم هم 16 اللي هم اصلا الكومبينيشنز اللي بقدر اساويها من الاوريجينال داتا وورد. okay يعني 16 الباقيين انا ما بستخدمهم بالمره. طيب هلا مين بدي انقي من هذول ال 32؟ بدي انقي لي 16 انا. بس كيف بنقي هذول ال 16 من 32؟ بنقيهم حسب سيكونس معين بحيث انه يكون سهل اني اكتشف اذا في ايرور او سهل اكتشف الايرور واصلحه برضه. اوكي فاللي بصير كالتالي انا بكون في عندي كي بيتس الجنريتر هذا بضيف
الار بيتس على الكي بيت، فبصير في عندي ان الكود وورد مكونه من ان بيت تنبعث، وهذول الان بيتس بوصلوا عند الريسيفر. هذا الريسيفر بيستخدم هذول الار بيتس مشان يكتشف اذا الكي بيتس اللي هم الاوريجينال مسج صحيحه او لا. اذا كانت صحيحه بيطلع الكي بيتس داتا، اذا كانت خطا بعمل لها ديسكارد وبطلب ري ترانزميشن. اوكي، فهاي عبارة عن process لـ error detection. أنا ما عملت correction بس عملت detection، إذا في error دغري بعمل discard بطلب retransmission. طيب خلينا نفترض بهذا الإكزامبل إنه أنا في عندي k تساوي 2 و n تساوي 3. تفضل بس عندي محاضرة. أحط ليهم هون هلا بشوف. أحكي للدكتور طالب معلش بغلب. هلا انا في عندي هنا k تساوي 2 و n تساوي 3 يعني r تساوي 1. فبالتالي انا بالتيبل اللي موجود عندي خلص تمام. هلا تيبل 10.1 shows the list of data words and code words الموجودين عندي. اوكي، لاحظوا انه الداتا words عندي انا هون اللي هم 00 01 1011. الكود وورد مكون من 3 بت، ال 00 في لها مابينج انها تصير 000 وال 01 بتصير 011، ال 10 بتصير 101، وال 11 بتصير 110. فالظاهر انه هو الاضافه هاي اللي عم بضيفها هو عباره عن الاكس اور فعليا بين الاول البت الاول والبت الثاني. اوكي، اذا انا بعمل اكس اور بين 00 بيطلع 0 فبضيفه هو البت الثالث. ال 0 وال 1 الاكس اور تبعهم هو 1 فبضيفه هون وهكذا. ف assume the sender encodes the data word 01 as 011 يعني في اضافه بت جديد 1 and sends it to the receiver. consider the following cases. the receiver receives 011 هاي المسج اللي راح توصل عند الريسيفر. it is a valid code word. okay، هي هاي الكود وورد valid من المسجات اللي هو متوقعها، لانه هذول هم الكود ووردز اللي متوقعهم، بس مش متوقع انا 111 111، مش قيمه انا متوقعها. اوكي، ليش؟ لانه هذول هم الكود ووردز اللي انا استخدمتهم من الثمانيه كومبينيشنز الممكنه لما يكون في عندي 3 بت. اوكي، لانه انا اصلا محكوم اني استخدم بس اربعه من الثمانيه، لانه اصلا انا في عندي 2 بتس بس للداتا، فيعني 2 للقوه 2 اللي هو 4. اوكي، فانا عندي اربعه من الثمانيه بستخدم، وانا اللي استخدمتهم الاربعه من الثمانيه هم هذول 000 011 101 110. اوكي، فيس ال 011 هو واحد من الفاليد كود ووردز، يس، من المتفق عليهم. اوكي، المختارين من الثمانيه. The receiver extracts the data as 01 from it. وأمورها تمام. طيب هلا the code word is corrupted during transmission. لنفترض إنه صارت عبارة عن 111 is received. This is not a valid code word. معناته في عندي error أنا. خلص بهملها بطلب إنه رد يبعث لي إياها مرة ثانية. 111 مش كود أنا متفق معه. أنا متوقع منك إما 000 011 101 أو 110، هذا المتوقع منك. أوكي، لما تيجي المسج فيها 111 من وين جاية؟ مالهاش، ما فيش لها مابينج معين. أوكي، هلأ the code word is corrupted during transmission. وصلتني مثلا 000. This is a valid code word. The receiver incorrectly extracted data as 00 لسبب ما. مثلا كان السندر بده يبعث مثلا 101 ووصلت عند الريسيفر 000، يعني صار في فليب لهذا ال1 ل0 وصار فليب لهذا ال1 كمان صار 0، فوصلت المسج 000. فهلا بيجي بتطلع على الريسيفر بقول لك 000 من الكود ووردز المعتمده، يس من الكود وورد المعتمده. طب شو الداتا وورد اللي مقابله لهي 000؟ بقول لك هي عباره عن 2 زيروز. فبالغلط
راح يجي يفترض انها هي 2 زيروز علما بانها هي اصلا مرسله 1 زيرو، بس لانه صار في عندي ايرور ب 2 بت، فانا 2 corrupted bits have made the error undetectable. لما صار في عندي انا 2 bits صار فيهم الايرور، خلاص بطلت اقدر اعرف وين الايرور صار، وبالعكس راح افترض انها مسج اصليه وما صار فيها ولا ايرور حتى. اوكي فهذا نوع من الايرور ديتكشن، ما في عندي ايرور كوركشن، بس انا بكتشف انه في عندي ايرور بيست على الكود وورد اللي بتوصلني. اوكي هلا لنفترض انه صار في عندي ايرور في بت واحد زي هي الكيس هاي، دغري بتلاقي انه الكود وورد مش متعارف عليها. اوكي يعني لنفترض انه هذا البت صار في عندي بالكود وورد ايرور في البت الاول، شو راح يصير؟ تصير 100 صح؟ هلا 100 مش من الكود ووردز خلينا نحكي اللي انا متوقعها، فبفترض انه في ايرور بهملها. طب اذا صار الايرور بالبت الثاني يعني صار 010 برضه كمان مش من البت الكود اللي انا متوقعها فبهملها. طب 001 برضه كمان مش من الكودز اللي انا متوقعهم فبهمله كمان. اوكي نفس الاشي هون، لو يصير في عندي ايرور بهذا البت يصير 111 بعرف انه في ايرور. اذا صار في عندي فليب في البت الثاني يعني صار 001 برضه 001 مش من الكودز اللي انا متوقعها. طب اذا صار في بت في البت الاخير 010 برضه مش من الستريمز اللي انا متوقعهم او الكود ووردز اللي انا متوقعهم فبهمله. فان بالمختصر هذا التكنيك بهذا الاكزامبل اذا صار في عندي ايرور باي بت دغري بعرفه، ما بعرف وين هو ما بقدر اضبطه، بس بعرف انه هذا الستريم غلط وبهمله. فات ويل بي ديسكاردد، ات ويل بي يعني بمعنى انها سوف يتم اهمالها. اذا صار في فليب في 2 بت هون مشكله بتصير، يمكن اروح افترض انه الوورد هي شيء ثاني زي ما صار هون، وصلني 000 علما بانه انا اللي مرسلها مثلا 101 خلاص راحت. اوكي هلا ان ايرور ديتكتنج كود كان ديتكت اونلي ذا تايبس اوف ايرور فور ويتش ات از ديزايند تو ديتكت. اوكي اذر تايبس اوف ايرور مي ريمين انديتكتد، زي هون هذا الاكزامبل، هذا الكود 2 ل 3 بحسب هذا التيبل بقول لك انا بكتشف اذا في ايرور في بت واحد، بمعنى اذا صار في ايرور في 2 بت بكتشفه ولا ما بكتشفه؟ ما بكتشفه، لانه هو اتس نوت ديزايند انه يكتشف 2 بت، هو ديزايند انه يكتشف انه صار في فليب في اي بت بالكود وورد. اوكي هذا هو المقصود هون، ان ايرور ديتكتنج كود كان ديتكت اونلي ذا تايبس of errors for which it is designed to detect. Other types of error may remain undetectable. يعني تمر من ولا كأنه صار في error علما بأنه هو في error بس أنا مش مصمم إني أكتشفه. طيب هلا هون نيجي للإيرور كوركشن. الإيرور كوركشن عادة بده الـ R تبعته بتكون أكبر، بمعنى redundant bits بتكون أكثر مشان أنا أكتشف مش بس إنه صار في عندي error وين صار. أوكي فبالمختصر في عندي انا كي بت، في عندي جنريتر بضيف الار على الكي بصيروا في عندي ان بت كود وورد ببعثها للريسيفر، الريسيفر بحلل الان بت كود وورد عن طريق التشيكر بشوف اذا في ايرور بعمل لها كوركت وببعث وبستخلص الداتا وورد، اذا كانت ايرور فري مباشره بطلع الداتا وورد. طيب فبالتالي ممكن انه احنا نعمل correction للإيرور إذا بنضيف bits زيادة على الإيرور detection. أوكي ف if we add more redundant bits للإجزامبل ب10.2 اللي هو الإجزامبل السابق 2 ل 3 to see if the receiver can correct an error without knowing what was actually sent. Let's say إنه we add 3 redundant bits to the 2 bit data word to make 5 bit code word. لاحظوا انه احنا redundant bits هون r صارت اكبر من k، r صارت 3 و k تساوي 2. ف خلينا نشوف كيف table 10.2 show the data words and the code words. خلينا نشوف table بس هذا هو 00 صرت اعبر عنها بهذا الكود word. هلا رح نيجي شو هم هذول.
01 هيك 10 هيك 11 هيك اوكي okay. طيب خلينا نشوف سوينا تيبل جديد فيه 5 بيتس كود ووردز ثلاثة منهم redundant واثنين للأوريجينال مسج assume the data word is 01 هذا هو الداتا اللي بدها تبعثها السندر اوكي okay. the sender creates the code word 01011 هاي هي المسج اللي بدها تبعثها الداتا الأصلية هي 01 ولكن المسج المرسلة هي الكود وورد مش الداتا وورد بعد ما أضيف عليها الار والار كانت عبارة عن ثلاثة بت هم هي 011 انضافوا على 01 هلأ the code word is corrupted during the transmission وصارت عبارة عن 01001 هيك صارت بدل ما هي زي هيك أوكي؟ فهل رح يقدر الريسيفر يرد يستخلص إنه الداتا اللي انت بعث فيها هي عبارة عن 01 First, the receiver finds that the received code word is not in the table التابل الموجود عندي رح يكون مقداره 4 ليش؟ لأنه بيعتمد على 2 للقوة K وK تساوي 2 ف2 قوة 2 4 فأنا في عندي 4 من أصل 32 كود هم اللي أنا مستخدمهم بس كيف عرفت أنهم 32 كود؟ اللي هو 2 قوة 5 يعني أنا مستخدم مش مستخدم كل الكود 32 من 0000 ل 00 ل 11111 أوكي أنا مستخدم بس 4 منهم أوكي الباقيين مش مستخدمات فبلاحظ إنه بالتابل 01001 مش موجود بالتابل اللي مكون من 4 entries أو 4 rows أوكي أنا الموجود عندي إما all zeros أو 01011 أو 10101 أو 11110 بس هذول الممكنين عندي غير هيك إذا بيجيك كود غير هذول معناته في إيرور طيب أنا الكود اللي إجاني غيرهم هيو 01001 مش موجود في هذا التابل طيب شو أساوي أول شيء بيساوي ريسيفر بيكتشف إنه هذا الكود مش موجود عنده بالتابل معناته في إيرور صار The receiver assuming that there is only one bit corrupted إذا صار في عندي بس بت واحد صار فيه corruption okay. uses the following strategy to guess the data word أول شيء will compare the received code word with the first code word in the table بقارن 01001 بقارنها بالإنتري الأول بالتابل بهاي بقارنها بall zeros the receiver decides if the first code word is not the one that was sent because there are two different bits صح 01001 في عندي أنا هذا ال1 وهذا ال1 مختلفين تماماً يعني عندي أنا 2 bits مختلفين عن هذا الكود وورد فبهمل هذا ليش أنا مفترض أنه في عندي أنا error في bit واحد by assuming by the same reasoning the original code word cannot be the third or fourth one in the table لما أقارن أنا 01001 بهذا الانتري وهذا الانتري راح يكون الفرق 2 bits بينما لما أقارنه بهذا الانتري هون راح يكون فرق 1 بت اللي هو هذا البت الرابع فأنا دغري بعرف إنه هذا البت الرابع هو اللي صار فيه فليب وحوله ل1 هلا the original code word must be the second one in the table because this is the only one that differs اختلافها عن المسج اللي وصلتني ب1 بت the receiver replaces 01001 بهذا الكود اللي هو الكود الثاني and consults the table to find the data word فمجرد ما اعرف انه هذا هو الكود وورد اللي انا واصلني بعد ما عملت له correction بشوف هذا الكود وورد الكود وورد مرتبط مع اي داتا وورد فهو بيلاقي بهذا الرو مرتبط مع 01 فبعرف انه 01 هي الداتا اللي وصلتني اوكي ف فالكود وورد اللي تم ارساله هو 01011 ولكن الكود وورد ريسيفد هو عباره عن 01001 لما قارنته بالاول لقيت انه في عندي 2 bits difference لما قارنته بالثاني لقيت انا في عندي انا 3 bits difference لما قارنته بالانتري الرابع اللي هو هذا لقيت انه في عندي انا 4 bits difference بين هذا وهذا اوكي هذا مختلف هذا مختلف 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 اوكي فأنا في عندي 4 bits صار فيهم اختلاف بينما
بالانتري الثاني الفرق بين هاي المسج وهاي المسج هو عبارة عن 1 بت ديفرنس اللي هو البت الرابع هذا، بس بلاقي انه هذا 0 وهذا 1، هذا هو الاختلاف. فانا في عندي 1 بت ديفرنس فاي نو انه هذا هو الكود وورد اللي انا لازم اقارنه فيه والاقي الداتا وورد اللي طالع منه، فبشوف انه هذا الكود وورد مرتبط بهاي الداتا وورد، فبعرف انه السندر كان بده يبعث لي 0 1، لا كان بده يبعث لي 0 0 ولا 1 0 ولا 1 1، كان بده يبعث لي 0 1 إذا كان الإيرور بس في بت واحد. هذا اللي سويناه هون 2 بت 3 بت 4 بت 1 بت إشي اسمه الهامينج ديفرنس أو الهامينج ديستانس between two words is the number of differences between the corresponding bits. أوكي؟ فمنقول أي المقارنة اللي أعطتني أقل هامينج ديستانس هي اللي أنا بعتمدها بإني أشوف الداتا وورد اللي مرتبط فيها. وين أكثر أقل واحدة أعطتني هامينج ديستانس اللي هي كانت المقارنة مع هذا الرقم 01011. غير هيك المقارنة مع هذا الرقم أعطتني هامينج ديستانس of 4، المقارنة مع هذا أعطتني هامينج ديستانس of 3، المقارنة مع الكود الأول اللي هو كله زيروز أعطتني هامينج ديستانس of 2. فبالتالي اللي أعطتني أقل هامينج ديستانس هي اللي بفترض إنها اللي فيها 1 error واللي هي أنا ممكن أطلع منها الداتا وورد. طيب كيف انا بطلع الهامينج ديستانس؟ خلينا نحكي على ارض الواقع، بروح بعمل اكسكلوسيف اور بكل بساطه. اوكي دكتور، ممكن سؤال؟ تفضلي. متى الكويز؟ احنا اليوم عندنا كويز صح؟ طيب الكويز يوم الثلاثاء، الكويز يوم الثلاثاء. خلينا هو بدك صح، انا يعني مستغرب من الحضور بس كويس، منيح اللي انتم بتحضروا، منيح اللي تسمعوا المحاضره، بس يعني خلص الكويز يوم الثلاثاء. انا مش يعني معمول على الاي ليرنينج بس مش محدد الوقت يعني، ولا محدد لمين يطلع، امتى يطلع، امتى ينتهي، ففي سيتنجز كثير انا مش مجهزها هسه. طيب خلينا نشوف الهامينج ديستانس between two pairs of words. فدما نشوف الهامينج ديستانس بين هذا الورد اللي هو 3 zeros مع 011، فعليا هو 2. كيف عرفت انه 2؟ باجي بعمل exclusive or بين هذا الرقم وهذا الرقم، اوكي بلاقي انه هو 011. قديش النمبر اوف 1s بهذا الستريم؟ 2، فبعرف انه الهامينج ديستانس 2. خلينا ناخذ هذا الستريم وهذا الستريم، اخذ الاكسكلوسيف اور لهم، بلاقي النتيجه هي عباره عن 01011، فالنمبر اوف 1 قديش؟ 1 2 3، فالهامينج ديفرنس هو 3 او الهامينج ديستانس هو 3. ف the minimum hamming distance is the smallest hamming distance between all possible pairs in the set of words اللي هم الكود words، بس اقارن فيهم بنشوف المينيمم. إذا بتلاحظوا هون، إذا كان في عندي هذا السؤال find the minimum hamming distance of the coding scheme in table 10.1 اللي هو هون. Okay. First we find all hamming distances. إذا كان في عندي 00 و 011. Okay. فرق بين هذا وهذا. Two. All zeros و 0101 اللي هو الانتري الثالث، يعني اول واحده مع الثالثه واول واحده مع الرابعه والثانيه مع الثالثه والثانيه مع الرابعه والثالثه مع الرابعه، هيك بنشوف كل البوسيبيليتيز. اوكي بتلاقي انه الهامينج ديستانس بيناتهم كلهم يساوي 2 2 2 2 2 2، فهذا از فيري جود خلينا نحكي كود ووردز لهاي الداتا وورد، الفرق بيناتهم دائما 2. يعني أنا بقدر أعمل detect ل 1 bit وأمور تصير تمام، هاي معناها أنه يكون عندي 2. فالمينيمم هامينج ديستانس between all code words هون يساوي 2، فأنا عفوا بقدر أعمل detect للإيرور في إذا صار في 1 bit، أما إذا صار في 2 bit ما بقدر أعرف، لأنه الهامينج ديستانس راح ترجع زيها زي واحدة من هذول خلينا نحكي الكودز إذا في 2 bit. طيب
find the minimum hamming distance of the coding scheme بالتابل الثاني لما ضفت انا 3 bits مشان الايرور كوركشن كمان بتلاحظوا انه هو عباره عن 3 و4 بنحصل بين 3 و4 فالمينيمم كان عندي انا 3 اوكي which is good برضو كمان انا ما في عندي هامينج ديستانس بين كود وورد وكود وورد الثاني يساوي 1 او 2 لا عندي انا 3 او 4 which is good to guarantee the detection of up to s errors يعني s number of errors in all cases the minimum hamming distance in a block code must be s plus 1 okay to guarantee the detection مش الكوركشن detection of up to s errors اذا صار في عندي مثلا s number of errors لازم يكون المينيمم هامينج ديستانس s plus 1 طيب بالاكزامبل الماضي المينيمم هامينج ديستانس 3 فانا بقدر اعمل ديتكشن للايرورز اذا كان 1 او 2 بيتس بقدر اكتشفهم اذا صار في عندي ايرور ببيت او ب 2 بيتس بقدر اكتشف انه صار فيهم ايرور بس بقدر اعمل كوركت اذا كان في ايرور في 1 بيت بس اوكي هلا ذا مينيمم هامينج ديستانس for our first code scheme اللي هو 10.1 اللي كان فيه 3 بت كان 2 this code guarantees the detection of only a single error ليش لانه المينيمم هامينج ديستانس تساوي 2 ف 2 هي نفسها تساوي 1 زائد 1 اوكي فانا بقدر اكتشف s يعني تساوي 1 اذا كان في error في 1 بت for example if the third code word اللي هي 101 is sent and one error occurs بمعنى صار في عندي error the received code word does not match any valid code word لأنه راح يصير الهامينج ديستانس بينها وبين أي code word ثاني يساوي 1 وأنا ما عندي هذا الفرق دائما الفرق كان 2 if two error occurs however the received code word may match a valid code word and the error are not is not detected okay وهذا اللي صار معنا لما صار في عندي flip ل 2 bits our second block code scheme اللي هو ب 10.3 minimum hamming distance تساوي 3 this code can detect up to 2 errors okay detect مش correct بعمل detect ل up to 2 errors again we see that when any of the valid code words is sent two errors create a code word which is not in the table of the valid code words. بس إذا صار في فرق بثلاثة بت ممكن يصير الكود وورد تشبه كود وورد ثاني valid ويصير في عندي خطأ بالديتكشن okay؟ أو خطأ بالمسج اللي وصلت. However, some combination of three error change valid code words to another valid code word. فبالتالي الريسيفر مش راح يعرف بيشوف أنها هي valid code word فبيفترض أنها هي error free. Okay. طيب geometric concept for finding اللي هو minimum hamming distance for error detection okay فأنا هون لنفترض انه أنا عندي any valid code word اللي هي هاي المربع الأسود وany corrupted code word with 0 to s errors okay هلا أنا طالما أني within s اوكي صار في عندي ايرور معين غير الاكس تصير واحده من هذول النقاط اللي لونهم زهري اوكي بقدر اعمل ايرور ديتكشن مجرد ما تجاوزت هذا الراديوس اوكي صارت اكس زي واي بصير في عندي تطابق بين التو كود ووردز فبيمر الايرور بدون ما اكتشفه اوكي فهاي هي valid code word وهاي valid code word هذول برضو كمان code words بس مش invalid مش موجودين بالتابل لو رحت لأي واحدة فيهم أموري تمام برد برجع لX لأني أنا within radius تبع X اللي هو الهامينج ديستانس لسه S أوكي أموري تمام مجرد ما صار الهامينج ديستانس S plus 1 بتصير X تساوي Y ممكن تصير X تساوي Y أو كود ثاني بس إذا صارت تساوي Y بصير أفترض أنه المسج اللي واصلتني هي Y فبشوف أنا شو الداتا وورد تبعت واي وبحلل على اساسها
طيب فبالتالي انا مشان اضمن 100% انه ما يصير في عندي اي corruption او يعني اذا صار في عندي errors بالمسج بحاول اخلي هاي واي مستحيل تصير زي اكس اوكي الا اذا بصير في عندي اختلاف مش بس ب اس ب 2s اوكي حتى اوصل يصير اكس تساوي واي اوكي فانا هون مجرد ما اطلع من نطاق اكس اطلع من هذا الراديوس اكس بتصير معرضه تصير زي واي بس انا هون ببعد واي كمان بخليها تصير لازمها تي حتى توصل لاقرب نقطه قريبه من اكس فبخلي الهامينج ديستانس يكون كثير كبير بين اكس وواي ويساوي 2t وبهاي الحاله انا نوعا ما بمنع الايرورز طبعا ضمن تي بس اذا صار في عندي 2t ايرورز يس اكس بترد تصير زي واي والايرور بمر انديتكتد بس البروبابيليتي انه اكس تصير زي واي هون بتصير كثير قليله اوكي طيب خليني اوقف هون to guarantee correction of up to t errors in all cases the minimum hamming distance in a block code must be d minimum يساوي 2t plus 1 اوكي فانا بالحاله الماضي كان المينيمم هامينج ديستانس يساوي 3 ل 4 او 3 فعليا كان و3 يساوي 2 في 1 زائد 1 اوكي فانا بهاي الحاله بقدر اعمل كوركشن لكم بت تي تساوي شو لما يكون دي مينيمم يساوي 3 1 لانه 2 في 1 زائد 1 يساوي 3 اوكي لو كان الدي مينيمم يساوي 5 بتلاقي انه تي تساوي 2 2 في 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 فانا اذا كان المينيمم هامينج ديستانس 5 انا بقدر اعمل كوركت لتو بيتس بس بدي اطلع على التيبل تبعي واشوف شو هو المينيمم هامينج ديستانس طيب اذا اكود سكيم اوف هامينج ديستانس يساوي 4 المينيمم طبعا هامينج ديستانس يساوي 4 what is the error detection and correction capability of this scheme اذا كان دي مينيمم يساوي 4 شو المينيمم او يعني شو الايرور ديتكشن قديش انا بقدر اعمل ديتكت للايرور لكم بت اذا صار في عندي ايرور بكم بت 1 لا بالنسبه للديتكشن لا 3 بت اذا بتذكروا كانت معادله الديتكشن اللي هي s plus 1 مش هيك للديتكشن هي كانت s plus 1 فأنا إذا كان المينيمم عندي 4 S بتكون 3 فأنا بقدر أعمل detect لثلاثة errors يعني إذا بصير في اختلاف بثلاثة bits بكتشفهم ولكن للdetection للcorrection عفوا بتصير 2 بواحد بتصير 2 زائد 1 يساوي 3 3 أقل من 4 أموري تمام هلا إذا خليت T تساوي 2 2 في 2 4 زائد 1 تساوي 5 5 اكبر من 4 ما بزبط فانا المينيمم بيتس اللي بقدر اعملهم كوركشن هم 1 بت اوكي ف this code guarantees the detection of 3 errors s تساوي 3 لانه معادله الديتكشن تساوي s زائد 1 معادله الكوركشن تساوي 2 t زائد 1 but it can correct up to 1 error اوكي in other words if the code if this code is used for error correction part of its capability is wasted. ليش؟ لأنه أنت كنت بتقدر تبعث يكون دي مينيمم عندك يكون ثلاثة وأمورك تمام تمشي. بس لما سويته أنت أربعة ما فيش داعي لأربعة. أوكي؟ فالإيرور كوركشن كود needs to have an odd minimum distance. ثلاثة، خمسة، سبعة لأنه إحنا 2 تي زائد واحد. 2 تي زائد واحد دائما رقم فردي. أوكي؟ فأنت لما يكون الدي مينيمم عندك رقم زوجي ما استفدت منه كثير. يعني انت زدت المسافه بين الكود صح ولكن مش بحد انه تقدر تعمل ديتكشن او عن كوركشن لاثنين انت اقل من خمسه بواحد فثلاثة خمسة ست سبعة امور تمام للمينيمم هامينج ديستانس ثلاثة بقدر اعمل كوركت ل 1 بت خمسة بقدر اعمل كوركت ل 2 بت سبعة بعد بقدر اعمل كوركت ل 3 بت وهكذا طيب المحاضرة الجاية ان شاء الله بنيجي ل linear block code و
وبنشوف إن شاء الله يعني بنحاول نكمل هذا الشابتر من المحاضرة الجاية والمحاضرة اللي بعديها، والكويز بيكون بالمحاضرة الجاية إن شاء الله، كويز 4. يعطيكم العافية.